صحة شريبتكم، أهلا وسهلا بكم في ديما لاباس على قناة التاسعة. اليوم لحد 6 رمضان، قلنا لكم اللي ديما لاباس كل نهار سبت كل نهار أحد. فرحان برشا بالمتابعة متاعكم وشكرا على وفائكم لقناة التاسعة اللي برمجتها كانت متميزة، إقبالكم مفرحنا على الأخر ونسب مشاهدة ممتازة برشا، وبالتوفيق للناس الكل اللي يخدموا في رمضان، شهر اللي تعبنا عليه برشا برشا ضحك برشا جو برشا فقرات برشا أوبريت. اليوم باش نستمتعوا بالموسيقى وبالجو، مرحبا بكم في ديما لاباس. يلا سعيد باستقبالها، نستغل وجودها في تونس باش نحكيو معاها. مازالوا كيختاروها اجمل وجه عربي، مثلت برشا اشهار ولكن مثلت في الدراما البرة في تلفزيون الواقع وبرشا حكايات جديده. سعداء باستقبال ليلى بن خليفه، مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صحة شريبتك. صحة شريبتك. شنو أحوالك؟ لاباس؟ مرحبا لالا، شنو أحوالك؟ كل عام وأنت حية بخير، رمضانك مبروك. سنين ديما. شاديناك في تونس الحمد لله، ما تجيش برشا لتونس؟ نجي بالعكس الساعة هالعامين هذوما 2020 و 2021 ديما مع العائلة وفي تونس و سي بيان. البرا معناتها كوفيد والدنيا مسكرة. دونك يفو ميو ريستي اون فامي. وما تعرفش تبدا موجودة في بلاصة ما تعرفش عليها وقت تسكر وقتاش تحل وقتاش. يفو ميو كي تبدا الدنيا مسكرة كوم لاني ديرنيير 2020، واحد يقعد قريب للعائلة ومعناتها ما أحلاش من لما في دار. شو عملت ساعة كوفيد لاباس؟ مرضت؟ الحمد لله. الحمد لله جو في طول طون دي تيست لاباس، مازلت ولا بوتيتر مرضت وما جانيش حتى سيمبتوم على خاطر اما فورسيمون نسافر نعمل دي تيست بور لانستون سافا. قاعده تصور انت في سلسله ضخمه انتاج خليجي، شركه من دبي، سلسله عندك لي زانفورماسيون، السلسله اللي مشارك فيها نجوم من تونس تركيا لبنان والمانيا وايطاليا. نعرف اللي حسب الكونترا تمنعك تعطي تفاصيل على الحكاية، وانتم وانتم الشينوات ديسيبليني برشا ماخذين على الجور الديسيبلين تاع الكذا، خاطر نخسروا كان نحكيو معناتها. التصوير باش يكون كل في تونس ولا منوع؟ صورنا في تونس برشا وفي كل بلاصه من تونس، معناتها صورنا في الصحراء في العاصمه. باش يتعدى نتفليكس قلنا ان شاء الله، ما نعرفش ما اوكين ايدي ما نجموش نقول. انت اخر حاجه في تونس شورب؟ شورب اي معناتها فاصون عمني والفما كان مسلسل واحد معناتها ما نجمنيش نصور، ما كانتش موجوده برشا. جمعه اخرى حسب معلوماتي انك باش تسافر لدبي باش تصحح كونترا هام وباش تقدم برنامج فني كبير مع نجم نقولوا مع شكون؟ او اس ان، او اس ان تي في. مش ديجا وسام حنا معاك؟ لا اون اي انفيتي انا وسام بور اون ايميسيون صورناها ديجا، اون فا لا كومونتي انسومبل في او اس ان. بعد عندي موعد معاهم باش نحكيو على ليميسيون الجديده هذيا. سي اون غروس ايميسيون، سي ان كونسيبت امريكان، ان شاء الله معناتها الامور تمشي بالكدا والصيف هذا نصوروها. سي بيان تبارك الله. وانت نعرف قدمت برامج البرا في فرنسا، قدمت التيلي رياليتي ولقيت سوكسي كبير في تونس بشوي بشوي تو نحكيو بلي. قبل ما نكملوا باش نحكيو معاك في رمضان عندنا حوارات رابيد وغير، ولكن نحب انت قلت فم برشا حاجات باهيه في رمضان. انا نحب نحكي على العنف في الشارع وفي الخدمة بين الكوبلوات، التوانسة كيش يوليو على أعصابهم برشا، البيع على أعصابهم، اللي يشريو على أعصابهم. نحبوا في درج معانا خبير في علم النفس عصام المناعي باش يجي حذانا باش نحكيو على الموضوع هذا وباش يحاول ينصح التوانسة كيفاش نجمو نوسعوا بالنا أكثر. سي عصام مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، صحة شريمتك سي عصام. الله فيك. عسلامة نوفل. عسلامة. مرحبا بك. عسلامة. تفضل بحذينا. دونك نعرف بك بسرعة، معناتها نحبه في خمسة دقائق ونعرف أنا تفرجت فيك على اليوتيوب تبارك الله عليك، معناتها إفيكاس وتحكي بالدرجة. أنت خبير في علم الاجتماع، عندك دكتوراه في دراسة السلوك الإنساني وتعمل كوتشينج، توا هذه حاجة مودرن باش توري العباد كيف يتصرفوا. أي نعم. أنا عصام المناعي، عندي دكتوراه دو ريشيرش في دراسة سلوك الإنساني، يعني كيفاش الإنسان ينجم يجيري ستريس متاعه، ونعمل الكوتشينج كيفاش العباد نجم تاخو ثقة في رواحها أكثر، وكيفاش نجمو نواجهو الحاجات يعني العنف كيفاش نجمو نواجهوه بطريقة حلوة ونقصو نحاولو نقصو. ليلى باش نحكي لك على العنف باش نعطيك شوية أرقام باش تتصدم. في الأربع أيام الأولى، في الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان،
ولا حسبنا النهار اللي قبل رمضان احنا خاطر 543 حالة عنف، منها 260 بين الكوبلويت، 100 في الشارع، 40 في الخدمة، عنف مسلط على الأبناء، 100 عركة بعد شقن الفطر، وأغلب المشاكل هذه سببها ما يقال حشيشة رمضان. على شنو يصيموا معناتها كي هم هو رمضان الكل شهر فيل معناتها؟ أنا هذه حبيت نعرف به. ترى سي عصام وانت براتيك وشفتك على اليوتيوب، فسر لنا كيف نتخلصوا من العنف هذا؟ به الحاجة المعروفة توا في وقتنا في رمضان توا أن العباد ما يسمى بالحشيشة رمضان. حشيشة رمضان هي راهي حاجة نفسية، يعني العباد تصور أنت معناها يلقى روحه على سيجارو ولا ماكلة وإلا قهوة باش يلقى روحه يواجه في مشاكل ويعمل في شوية عنف. أنا نحب معناها في الحاجة هذه كيفاش نجمو نجاري والستريس متاعنا سهلة برشا. العملية نجمو كحاجة سهلة برشا، سي تان بتي إكزيرسيس كان تسمح لي نقف نوف تكون حاجة سامبل برشا، انه وقت اللي تواجه الحاجه نتاع ستريس نتاعك تاخو نفس معناها تجبد تعبي لي بومون نتاعك مليح، تحاول تحبس النفس نتاعك شويه وتخرج النفس واحده واحده، هكاك تعاون حتى على الريتم كاردياك. وقت اللي تبدا الغش الريتم كاردياك يتيح، وهكاك نجمو نجريو بي ستريس نتاعنا وتكون حاجه سهله برشا وما نخليوش رواحنا ديما مع العنف. اي المشاكل في الكياسات في الخدمه في الدار كيفاش نجمو نقصوا منها؟ في الكياسات نحاولوا ديما احنا نكونوا نبادروا بالحاجه هذه. اش معناها؟ نعطيك اكزامبل، في الكياس فما ديما كلي قص عليك منا وضوء احمر ويزمر عليك وكل الحاجات هذوكم اللي نعرفوهم الناس كل الكياس. في الكياس ما يحل الضوء الاخضر ساعات في روج ويزمر. اي نعم افكتيفمون. اي في الحاجه هذيك ديما انت تبادر انت من روحك. كيفاش ندوروا ما نسبوش مثلا يزمر عليه في روج؟ هذه هي الغلطه اللي قاعده تصير جينيرال موس. غلطه هذيك على استدعينيك. هاش نقول انت لو كان وقت اللي هو يزمر ولا فك لك بلاصه خليه يفك البلاصه لعله هو مزروب. ديما انت خليك انت تبادر بالحاجه وتقول لا العبد هذاك عنده اولويه عليا، العبد هذاك مزروب كيما نقول نحن كل ساعه وعلمها، العبد اللي زمر وراك ما يسالش اطلب انت سماح حتى وكان هبطت وبدا يعارك، كون انت المبادره كالعاده. نرجع للاكزرسيس نتاع النفس. النفس تخدم على فوالا لو تون ريسبيراتوار. روح انت مبين من الخدمه وتعب وساهر تتفرج في مسلسل ناقص نوم، ولادك حس في الدار ما خليهمش تقايل. مثلا حكايه الصغار في الدار، الناس كل عندنا صغار في الدار وقت اللي هيجه قبل شقه الفطر، خاصه بعد ما نروحوا من نهار تاعب برشا في الخدمه تحب تتكى الطرق جينيرال ممكن يعملوا اي رجل تونسي. في الحاله هذيك تحاول تسمع الصغار الحس نتاعهم، سي تان مومون نوستالجيك هو اوفيت يرجعك لانت ايامتك وانت صغير كي كنت تعمل في الحس. كنا مرينا بالمرحله هذيك معناها تخيل انت وانت تسمع في صغارك تعاود تتذكر روحك وانت صغير، معناها النوستالجيا هذيك باش تخلي النفسيه نتاعك تزيد تتغذى اكثر وتزيد تعيش الحنيه للوقت هذاك. لو فيت انك توصل تطبق الاكزرسيس صحيح تنجم توصل حتى حس صغارك تولي تسمعها موسيقى موسيقى باش انها تهدي لك اعصابك. اي دكتور عصام موسيقى اما سمح انا في الحصه هذه راه مانيش هكا البرنامج الطبي نتاع نبدا كابس روحي ونقول لك اي ما تحلولك شويه مش واقعيه، معناتها انا يزمر علي واحد باش يسبني وانا ناخذ نفس ديجا ولفني بكف ومشى، معناتها نحس حلولك دكتور تيوريك شويه نتاع كتب سامحني. معناتها تخيل انت تيوريك نتاع كتب. اي شنو معناه تيوريك؟ معناتها في الواقع التونسي ما تطبقش. كيفاش ما يطبقوش؟ معناتها ما يحلوش. معناها انت توا تتخيل، معناها انت توا تتخيل اللي معناها الطب وتسعة سنين بعد الباك وصفر ودي كونفيرونس وعباد قاعده تتلم مصر الجزائر المغرب، معناها انت عباد قاعده تقرا دي دكتور. اي معناها الدكاتره. نحكي على الواقع التونسي. ما فماش واقع يا نوف الامان. ما سامحني سامحني. انت توا لهنا انت راك توا لهنا بعد الباك. اي قاري 9 سنين. انا 6 سنين قبل الباك اما الواقع التونسي هاك ما تعرفش. اي انت كي تقول لي 6 سنين قبل الباك لعل ما ياخذ الباك ولا انت. اي سامحني انت لهنا مش لهنا زادك تقول لي انت جايبني معناها ومعدي قدر قداش نستنى وبعد في الاخر باش تقول لي ليه غير تمت بالواقع بسيله معناها للنقاش. سي با فري. لا مش للنقاش. ما تجيش ما تجيش ولا ما تجيش. هذا شنو اسمعني سي با سامحني لحظه اختي اوفيت يا نوفل باش نقول لك حاجه. هذا انتم اللي قاعدين تعملوا فيه جينيرالمون. انت تو قاعد تحتقر ليه في مهنه ليه وفي دكاتره. ما تجيش راه لا لا ما تجيش. لا والله ما تجيش. ما يسالش ماهيش واقعيه يا اخي. ما تنتقش معاك. شنو معناها تنقش معايا؟ معناتها في الواقع ما تنفس. سامحني باش نتنفس يا بنات عمي. اسمعني يا نوفل يرحم والديك. قلت لنا تنفس تنفس انت ما يسالش وانا تو نمشي نتنفس بعيد. والمره الجايه كي تحبوا تستدعوا دكتور
وإلا تحبوا تعملوا حاجة أما نستدعوا واحد وعطيوا قدره رأى ليه ما مفهم التواضع بتبيع ليه ما واحد يطبق يطبق اللي قاعد يقول فيه مانيش نطبقوا مانيش نطبقوا أنا توا ليه ما مانيش نطبقوا ونقول لك حاجة أخرى نقول لك حاجة أخرى سامحني تعشينا راه وسيد نرفيز لويش لحشيشة لحد شيء هي أنا ما تكيفتش محشش باهي برا تكيف تندبر أمورك هيك ما البلاتو ذو نستخدم واحد جايبني لهنا معناها باش تحقرني انت يا نوفل دكتور ما تجيش دكتور وانت راك اسمعني وكلمتني وحكيت معاك يا نوفل قلت لك ان الحوار هذا بالذات ما نحبوش يمشي دركي فيها راه امان ما مش معقول لا اسمع 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 باش نقول لك كلمتين هذيا نحبك تتذكرها ريت الدكاتره واي موضوع لهنا قاعدين تحتقروا فيه راهو قاعد يرجع بالخايب قاعد يرجع بالخايب بي 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 وهذا هو اللي ما نسمحش به بي سي بون ليه ليه خاطر ليه يظهر لي على اعصابك عندك مسير ان شاء الله اعصابي اموري تو نتصرف تو نجري اموري بي. ويرحم والديك اختي ان شاء الله ربي موفقه ربي فضلك وتريت اوكي ربي فضلك قصيناها ما نسمعش نعديوها مش قص وانا ما تقصش امورك بي. امورك اما انا تعدى حاجه كيما هكا في التلفزه راني ما نرضاش بها نعرف شكون واضحين خذ نفس يعني. أموري ذيك تاني خل نفس ولا شكون هذا منين صبري. الخروج يحكي ما لا حالة ذي صبري شنو دكتور تقولي ب قلت له رم حاجيت في الواقع ما يمسيرو لا انقصوه الكل زيد شو باش نحكي معناتها ما حكينا شيء شو قولي لا ما فهميش اخذ عطاء معناتها ليه قتلوا مش في الواقع تقول لي في فيروج عمل هكا تنفس انت لو دووا معناتها باش تعطي تون اوبينيون تسالو ولي تحتقر في الدكاتره وهو يقول تنفس تنفس من بعد اللي بارتي اون سانكي لا عاد ليه لا لا لحظه لحظه باش نقول لك انا حاجه وريت 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 العباد اللي وصلت ستريسات في حياتها انا باش وصلت قريت وباش وصلت للحاجه هذيا ربي يعلم بيا على الستريس تاعي ربي ليه تجي انا لهنا معناها نعتذر نعتذر اعتذر اوكي نعتذر اعتذر اوكي نعتذر مريق سي بون خاطر جيش ربي يهديك يا جيد مش يقعد داخل خارج شنو سكروا لي الميكرو باش ما يسمعنيش على الاقل ما صار شيء ما انت باش تنرفز اوتون لا خاطر كانه كل اللي قالوا الكل قلت له راه ما يطبقش في الواقع تنبز اي ما يطبقش معناتها لازم يورينا كيفاش يطبق مش يزيد كيفاش في فروج واحد يسب فيا وانا نقول يرحم والديك نخم فاس بون هو اللي يحكي فيه مش غلط معناتها تنجم تعمل ان ترافاي سورتو كيفاش تخم فاس في فروج في رينا سي ما كانش باش تنرفز كل يوم معناتها نحاولوا نعتذر واضح واضح تمشيوا لنا مزيكا نكملوا لا لا يا والله ليلى بي مالك انا ستريسيت في بلاصتكم انا خفت كي قام لي هنا بالحق اي ديستانس ولي تقريبا اخر وليت نغزر خايفة واضح يطلعش يرجعش برا وليت نتلف فادي مشى سي بون سي بون نكملوا هاي نكملوا على الريح بي نعملوا ريحنا كانها ما صارتش كان ما صارتش كان ما صارتش نتنفس خذ نفس خذ نفس اللي قال لي او واش نعمل كيف كان اسمع كان غششتك في سؤال خذ نفس لا لا بون متغشش نعمل شات نعمل شات عصف منه زيد بون معاش ليلى يعطيك الصحة نشوفوا فيتير على الاقل نبدلوا شوية الجو سعدي عمل مغامرة حلوة مشي للزازارة حاولي غششهم تحيل الزازارة كلهم تاع تونس خاطر البارح واليوم حكينا عليهم شمعتها زازار يبدا قاعد وهو يدخلوا بهم يقولوا ما هو هذا اللي باش تذبحوا دونك نشوفوا شنو ردة فعل الزازارة فيتير ومن بعد نرجعوا معنا ليلى بن خليفة قلت لك بعثني على الجبار ما عرفش على هذا معناها نحطوا لهنا كيفاش الخلاص عند شكون معناها يا ودي السلك عمار هنا برا يرحم والديك عبد جبار مش عمار عبد جبار بعثني عبد جبار وكلم قال لي امشي عليك انت جيني لين عليك على القضيه اذا بهيم هي قش القضيه قف باش بهيم قدامك راهو الترافيك هي نعرف ما نعرفش هي وين نحطها تحب يرحم والديك برا هز بهيمك وانتي المقدمه يرحم والديك بس تفرج شوف كيفاش
هذي سلي عني يرحم بوب هي. ما تخليني في رمضان رو يرحم بوب اسمعني ليه ليه تدخل داخل ليه ليه انت صلي على النبي انت صلي على النبي رفدك رفدك باشا قاضية بشوية بشوية علاش بتغشى بشوية 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 شو بتغش يا حاج يا حاج ما فهمتوش ايش فيك يا حاج هز علينا من هنا يا حاج حاج ما فهمتوش على الزوم ولا شنو كيف بعثني على الجبار ما عبد الصبار ما محرز برا يرحم والديك برا في قريب ودي برا يرحم والديك صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي علي يا شباب ما لي شك اسمعني تحب تجيك نرجع لك شوي اخر انا من طرف على الجبار قال لي هي وسطه ها وين وسط ليك انت ماش على الجبار هذه حنوت وهي بالله عليه الكلام زين عليه ما اي شي ما في اشبع انا ايش بتغشته انت انا ما عبد معمور معناها انا عبد معمور صح باهي باغي مش انا روح ها صلي على النبي عاد علاش خويا الكلام زايد عليه وسع بالك معلم عليه يا ودي بار انا ما عنديش حتى دخل يعني باش نمشي انا ما عندي حتى دخل في بار ماني ماشي يا بار ماشي اش فيك طبعا شو بتغش عليه متغش انا عابد مامور معايا متعدي باهي انا مشيت يا معلم انا مشيت بعد علينا هذا شو هو عبد الجبار بعد برا يا ولدي قالوا شو هو شوي عبد الجبار ليه في عقله بعد اي وين نحط وين منين نجيبه وين نهز خويا بعد علي بعد سلي علي سلي علي بي سلي علي بي هذيك ربي يا دي بعد علي شو شوي علي شوي كلمني عبد الجبار انا راك ها هذا كلام توا بعد ها مدام شرط شرط شو هما يا بعد وين رايح حنفوك سلي عن النبي يا ولدي سلي عن النبي سلي عن سلي عن النبي يا ولدي سلي عن النبي سلي عن النبي انا ماشي انا ماشي انا ماشي انا ماشي هذه شرط شو كلمها مدام كلمني على الجبار انا قال لي ما مش حد بعد ما بعد مش كان وقت دين قدام يا تي صحه يا بنتي شفت الشهيق زفير في تونس؟ لا هو بيانسير صح هو كما إلى سيستيه كل في الضربة أما هو كتجيب لي بهيم قدام زازار ستدير إيحاء أنه تغش في العبيد وتبيع لهم في الحمل في البهيم بيانسير بيانسير مهمش زازار ذوكم اللي غشوا حبيت نعطيك معلومة أخرى باش نرجع نسألك شوية أسألة حتى عصام راو ستيه من كاميرا كاشي ما سي با بوسيبل الراجل منرفز معناتها كشيك شو طالعه باهي معناتها ماهيش هي باهي انت تبارك الله عليك معناتها ممثله عرضت ازياء مقدمه برامج من اجمل نساء في العالم العربي تمثل برشا ماركات عالمية في سيكريت ستوري معناتها نجحت مثلت في دراما الفرنسية في اللبنانية في تونس تشارك في برشا أعمال خيرية لدعم مرضى سرطان يعطيك الصحة الحمد لله وي مي سا سيتي معناتها اون كوز اللي خذيتها قبلها خاطر ديجا بوكو دو بيرسون من عائلتي معناتها خسرناهم بالمرض هذاك دونك لو مينيموم واحد كي يربح شويه في الدنيا ينجم يعاون بور اون بيل كوز بور دوني اون ايماج كامله خاطر كي نكتبوا ليلى بن خليفه على جوجل تخرج صوره مثيره انظر لقطه مثيره كذا ليماج نتاعك ماهيش اكيليبري كيما في الدنيا اكيليبري في الدنيا خاطر مانيش زاده نحكي قبيله مع جورناليست من موزايك وكل شيء يقول لي ليلى كلمني كي نبدا تبدا عندك اون اكтуаليتي ولا حاجه انا هذه حاجه ما تجينيش لمخي انا يدور لي معناتها لي جورناليست هما لازم يلوجوا يستفسروا هوني ابارامون لو سيستيم اي ديفيرون دي كو تعمل حكايه صغيره هما يكلموا لي شان يكلموا لي راديو يمشيوا حتى باش يحكيوا على حاجه ستوبيد بور فير لو بوز يقعدوا دون ايميسيون ا اون اوتر انا جو بونس او بروجي جو بونس وين نجم نوصل اكثر شنو البلاد اللي ما خدمتش فيها نجم نعمل فيها عمل جديد معناتها نحاول نعمل انت تخمم خدمه وتقول مانيش تعبوز ومشاكل لا با دي تو اي وبوتيتر هل صحيح انه في تونس باش تتعرف برشا يلزمك برشا بوز حسب اللي نشوف فيها معناتها اللي نشوف فيه ياسر معناتها ولات معناتها العباد اللي تخدم
سورتو التلفزه مش تمثيل. تمثيل خاطر كان ماكش ممثل باهي وفينال ساسوا وتمثيل معناتها عنده قيمته وقدره. مي التلفزه لي بلاطو معبين بالبوز معبين بحكايه الفارغه مش الكل بيان سور مي فما برشا فما برشا. انا باش نجي نحكي على شنو على حياتي الخاصه ما يهمنيش. كان يستدعوني باش نعمل بروموسيون تاع مسلسلات كيما جيت العوام السابقه وكل شيء سي تري بيان ولا باش نحكي على اون اكтуаليتي ولا حاجه. بار كونتر عملت في الفتره فيتا بوز وقت اللي تعاركت مع نجله انت تقول معروفه بالحصان وهي انا ساعة عمري ما تعاركت مع نجله وعمري ما قلت معروفه بالحصان اون بو ريبروندر معناتها الانترفيو نتاعي عمري ما قلت. لا سول شوز اللي قلتها قالت هي بعد نحن خدمنا مع بعضنا أي. وعلى السيت بالقدر ما نقولش عز صحاب مي بالقدر ونقعد ونفطر ونسكل مع بعضنا ونضحك عادية بها عادية باحترام وكل شيء. تخرج هي 2000 تي في يقولوا تقول لهم انا اشهر وليلى بن خليفه وخرجوا جبت لي هادي في الانترفيو الحكايه هذه. قلت له انا راني نرقد في الليل معناتها كان هي تقول هكا ما يهمنيش. ما قلت لا تعرفت بالحصان لا معناتها عديت في التلفزة الحكاية. سي هي تحب كل مرة تعمل عليها طاولة وكريسي باش تقعد تدور من بلاتو لبلاتو تحكي انكور على الحكاية هذي ولا تقارن ولا تعمل. انا سانسيرمون سان ما انتغيس با. وعليش تتجبد وقالت انت نجلة معروفة اكثر منك في تونس؟ يا ولتي صح عليها يا اخي. انا باش نقيم انا باش نقيم روحي. انت معروفة لبرا اكثر من تونس؟ ما نعرفش نجم و سي ان بوبليك كان ميم ان با اغنوري كي تبدا معروفه في بلدان اخرين معناتها سي انكور ميو. وما نحبش نقيم روحي بحد. انا نغزر مون باركور نغزر لحياتي نغزر انا كيفاش النجم نقدم جو بو ايفولوي شنو نجم نعمل. مرام قالت عليك زيدا مرام العزيزه قالت عليك انك تعرف تشطح اكثر من تعرف تمثل. تقول لي تحب كيف كيف الي ليبر دو دير سكيل فو معناتها كي هي تحب يحبوا يقارنوا ياسر عملوا يا خويا ما عليش الهدره برشا معناتها عملوا خلينا نتفرجوا فيكم ونصفقوا لكم. انا بالنسبه لي انا عبد ينجح نفرح له ولا يبدا عامل حاجه حلوه نتفخر به معناتها كيما برشا فنانين نقدرهم ونحبهم وزيدا فما فنانين كان يعملوا لي اون كريتيك كونستركتيف خاطرني انا نقدرهم في الاعمال نتاعهم ناخذها على راسي وعيني. اما باش تتكلم جوست pour attirer l'attention ou باش يستدعوك في بلاتو ولا باش تحل السوجي ولا باش يعملوا عليك دي زارتيكل pour faire le buzz انا سا مانتيريس با. هذا ان جو انا ما نحبش ندخل فيه. لي جو هذوما الامبيونس الفنيه في تونس مقلقتك ولا لي ترا شويه هكا؟ انا نشوفها امبيونس عباد يستعملوها للي ما عندهمش اسي دو بوا ارتستيك معناتها كي انت ما عندكش ما تقول في روحك بالرسمي في صوتك في تمثيلك في ما نعرفش في اي حاجه قاعد تعمل فيها لازمك باش تظهر تعمل الف حكايه وحكايه بوغ اباغيتر اكثر باش يستدعوك اكثر باش يجيبوك تحكي على موضوع على خاطر كان عندك حاجات انتريسونت ولا انت خدمتك قويه ما عندكش الوقت باش تضيع على ليلى بن خليفه. باش نلعبوا معاك اسئله الفوشيك نستقبلوا فهمي باش نسالكم اسئله. شوف فما فوشيك في الحكي. اي تفضل فهمي اجا معايا ليلى. خذ انت الروز نتاع بنات باهي. اسمع باش نسال سؤال كي هي تعطي ريبونس انت يلزمك تعطي الاخرى ولا عكسها؟ مثلا اذا هي قالت نعم انت تقول لي من بعد باش نجيك ليك انت. اذا انت قلت جوابها يلزم ضده. يلا سؤال ليلى. اذا وجد البيت الازرق على اليمين والبيت الاحمر على اليسار فاين يوجد البيت الابيض؟ بامريكا. صحيح ولا غلط؟ وانت جوابك في الوسط. دونك اللي جاوبه غلط. اللهم صل على النبي. شكون هو؟ لا عادوا شكون الغالب؟ انت ظاهره فيها حاجه. انت غالب في امريكا والله. شنو زيد؟ اذا وقفت قدام لا ميزون بلانش انا توا. اذا وقفت قدام باب وقريت جمله ممنوع دخول الاغبياء تدخل ام لا؟ هو يدخل شو؟ الاغبياء. تدخل ام لا؟ نعم ام لا؟ ما ندخلش. دونك انت نعم
دونك انا غبيه وترشق عليك فوشيك خايبه راهي بوش انت بون tu as eu le choix انا جي با eu اوه يا 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 ليه عاد شنو هي يدي ليه لحظه ما هما قالوا ممنوع دخول الاغبياء قلت ما ندخلش اي ما ندخلش معناته انت غبي بالليل عاد ترشقوا الفوشيك هذايا خايبه ليلى تو تلعب في لعبه نسكتوا اعطيني بحر ما فيهوش ماء بحر ما فيهوش ماء ما فيهوش بحر ما فيهوش ماء اعطيني بحر ما فيهش ماء شو معناتها هاي بحر ما فيهش ماء صديقي اعطيني انت بحر ما فيهش ماء البحر الازرق تاع المرس البحر الازرق برا قال البحر الازرق البحر اللي ما فيهش ماء هو البحر على الخريطه شكون انت ليه ليه عاد تحت سيخي عاد وليت اكيد ليه عاد في ودني نحس فيها ليه عاد شكون السؤال ليه لحظه شكون السؤال يا ودي سايي طرشقت اخر سؤال صمت بورقيبه في لافوني هز زيدو اليمين ولا اليسار لا لا اليمين واحد كي شاهد ولا حاجه يهز اليمين دونك اليمين دونك وانت اليسار مره اخرى شكون صحيح شكون غلط شكون صحيح شكون غلط على خير لحظه لا والله لبني العرق عينيكم وفات اللعبه ولا لبني العرق والله انت كلام فرش دخان رد يدهس ويتحط من قبيلي لطفي والله تحتي ما تحتك لهني انا بعيده 6 متر قولي والله العظيم لبني العرق والله لطفي قلبي خفيف طلع والله رهيف في حالك والله كيس كيس اسمع هو خايفه ما انت بعت نسمع فيك لا انا خوف ما واعي او ما تشلافو يلا نخلي لك كلمه الختام ليلى بن خليفه نجمه تونسيه جات ضيفتنا ليلى في سهريه رمضانيه حبينا نعرفوا جديدك هكا ونطمنوا عليك نورتنا ان شاء الله ديما ناجحه نتمنى لك النجاح في اعمالك ان شاء الله ديما ناجحه ونجيب حذاك خاطر نوبلي با انا ديما كنت نجيب حذاك من اول معناتها الحضور نتاعي علاش قلت نعرفك طفله كيسحه على الاخر خاطر نعرف اول انترفيو عملتها في كيس معنا ايوه حكينا برشا كيفاش بديت وكذا تبارك الله عليك ميرسي تري كونتونت في تونس وان شاء الله نجي اكثر ونبدا entouré de ma famille axe. ربي فضلك يعطيك الصحه. ميرسي نوفل. ليلى. علي. رمضانك مبروك وابيانتو. ميرسي بوكو. ليلى بن خليفه ضيفتنا الليله في ديما لاباس نهار الاحد يلا فاصل ثم نعود.